مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من مساحه للراي. مجددا يلتقي رؤساء او وسطاء التفاوض بين اسرائيل وحركه حماس في العاصمه الايطاليه روما لبحث المقترح المحدث الذي قدمته اسرائيل للولايات المتحده الامريكيه. ويشارك في لقاء روما رئيس المخابرات الامريكيه ومدير المخابرات المصريه ورئيس الوزراء القطري ورئيس الموساد الاسرائيلي في محاوله جديده من الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. ويرى المراقبون ان شروط نتنياهو الجديده تعتبر جزء من سياسه التعطيل التي يمارسها الاحتلال لكل محاولات الوسطاء للوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزه. ولا يأمل الفلسطينيون كثيرا من هذه اللقاءات في ظل استمرار افشال نتنياهو لكل المقترحات التي يقدمها الوسطاء. مراوغات مستمرة وحجج وشروط واهية يضعها رئيس الوزراء الفلسطيني لإطالة أمد الحرب والإفلات من الملاحقات القضائية. الحديث عن محادثات روما والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فأدنى أن يكون معي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ماهر عباس، مدير تحرير جريدة الجمهورية. منورنا أستاذ ماهر. منورنا، أهلا بك. خلينا في البداية نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذه المساحة للرأي، فابقوا معنا. من القاهرة إلى الدوحة إلى باريس انتهاء بالعاصمة الإيطالية روما التي تحتضن اجتماعا رباعيا بشان هدنة غزة وإطلاق سراح المحتجزين، تنتقل وفود الوساطة بين تلك العواصم بحثا عن اتفاق ينهي معاناة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس والعدوان الغاشم الإسرائيلي على قطاع غزة. اجتماع روما الرباعي يهدف إلى بحث المقترح المحدث الذي قدمته إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ومدير المخابرات العامة المصرية ووزير الخارجية القطري في محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. يركز الاجتماع بشكل أساسي على الاستراتيجية المستقبلية للمفاوضات وبحث سبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة. من جانبها، أكدت القاهرة على تمسكها بصيغة تؤدي للوقف الفوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة وضمان حرية حركة المواطنين في غزة والانسحاب الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح. الجهود المصرية لإنجاز صفقة التبادل ووقف إطلاق النار تصر السلطات الإسرائيلية على عرقلتها وعرقلة جهود الوسطاء من خلال وضع شروط جديدة لأهداف سياسية تخص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه. فبسبب الضغوط الشعبية والأمنية على نتنياهو، أطلق رئيس حكومة الاحتلال في آخر تلك السلسلة من العراقيل أطلق شروطا جديدة من أهمها ما يتعلق بآلية عودة النازحين من جنوبي القطاع إلى شماله، وكذلك مسألة بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على حدود غزة مع مصر فيما يعرف بمحور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه القاهرة جملة وتفصيلا. ويرى مراقبون أن شروط نتنياهو الجديدة تعتبر جزءا من سياسة التعطيل التي يمارسها الاحتلال لكل محاولات الوسطاء للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فكلما وافقت حماس على مقترح تراجع نتنياهو بإضافة العراقيل والشروط. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي الكبير الكاتب الصحفي الاستاذ ماهر عباس، مدير تحرير الجمهوريه. استاذ ماهر، خلينا يعني اتحدث هنا، هذه ليست الجوله الاولى فيما يخص الهدنه الثالثه بعد هدنه اولى وهدنه ثانيه كانت برعايه مصريه قطريه، والولايات المتحده الامريكيه كانت شريك في هذه يعني الهدنه الاولى والثانيه. ما الجديد يعني؟ اكثر من لقاء في اكثر من عاصمه ولم يتم التوصل إلى اتفاق خاص بالهدنة الثالثة منذ فترة طويلة يعني. كما تفضلت أستاذ إيهاب، هذا اللقاء في روما الذي يأتي بعد زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية في مسرحية الشيوخ والنواب، لا يتوقع المواطن الفلسطيني أن تخرج بقرار جريء وشجاع لا تحقيق الهدنة المطلوبة، وهو مطلب دولي. لكن نتنياهو كلما وصلنا إلى نقطة نقول أنها النهاية يضع عراقيل لنرجع إلى المربع صفر.
الشروط التي وضعها قبل بداية الاجتماع ب 48 ساعة أعتقد أنها شروط تعرقل أي اتفاق وتعرقل أي مباحثات، وهذا هو نقطة عدم التفاؤل التي ينظر إليها العالم من خلال اجتماع روما الأخير. وكما تفضلت سيلحق هذا الاجتماع ما تم في اجتماعات الدوحة واجتماعات باريس وغيرها، فلن يأتي بجديد طالما هناك محتل أو هناك نتنياهو يعرقل الحلول السلمية، لأنه يعلم أن الحل السلمي يعني ماذا بعد اليوم التالي، أمام ملاحقات، أمام موقف صعب، في وضع هو نفسه لم يدر أنه خسر كل شيء، لم يحقق انتصار واحد حتى الآن، لم يحرر الأسرى، لم يصل إلى نجاح. فقط النجاح الذي وصل إليه هو هدم مدينة بالكامل هي غزة، ووضع شروط صعب تنفيذها، عدم التحرك من الشمال إلى الجنوب، وكأنه حصار في مدينة غزة للإخوة الأشقاء الفلسطينيين. خلينا نستمر هنا حضرتك في مستهل الكلام. حضرتك تحدثت عن المسرحية الهزلية في الكونغرس الأمريكي، وهذا الاستقبال الذي يعبر عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، وأن الإبادة الجماعية الذي يمارسها نتنياهو ما كانت لتتم لولا هذا الدعم الأمريكي اللا محدود. هل أصبحت أمريكا يعني شريك نظيف أي عملية سلام؟ وما الهدف من وجود أمريكا في كل مفاوضات هدنة إذا كانت هي تعبر بشكل واضح عن يعني هذا القاتل نتنياهو؟ يعني أستاذ إيهاب، عندما أجد أن أمريكا الدولة الكبيرة في مجلس شيوخها ومجلس نوابها هذا التصفيق لقاتل ملوث بالدماء في معركة أو مسرحية هزلية قبل انتخابات أمريكية، تجد أن أمريكا شريك باقتدار في هذه العملية، وهناك أمريكيون من النواب لم يشاركوا في هذه المسرحية، أكثر من نائب، وحتى كمالا هاريس المرشحة المرتقبة للديمقراطيين لم تحضر الاجتماع، وعندما التقت به قالت أربع نقاط مهمة يعني في شأن الحل، وأيضا أشارت إلى حل الدولتين وإن لابد إيقافة هذه الحرب. ولكنها تعرضت لهجوم شرس سواء من وسائل الإعلام الأمريكية، يعني تتميز بأنها تتخذ هذا الجانب من يعني من الرواية الإسرائيلية. هو طبعا كمال هاريس تعرضت لهجوم كبير حتى من المرشح العائد بطموح ترامب، ووصفها بأوصاف لا تليق، وحصل تراشق بالكلمات أيضا ضد موقفها من شأن ما يحدث في غزة. لكن كمالا هاريس هي طبعا نحن ننتظر اجتماع شيكاغو في أغسطس لكي تكون مرشح رسمي للديمقراطيين. تمام. إنما وإن كان لا يعول عليها الديمقراطية، لا كلهم واحد يعني. لكن أمريكا هذا اللقاء لنتنياهو مع المسؤولين الأمريكيين عكس أن أمريكا جزء مهم من الأزمة في غزة، وجزء داعم أساسي لإسرائيل في كل خطواتها وفي كل ما أقدم عليه من حرب الإبادة. لا تستيقظ أمريكا إلا إذا انجرحت أمريكا، لكن نتنياهو ذهب إليهم يقول أمدونا أسرع نخلص على الفلسطينيين بشكل أسرع، فهو ده تصفية القضية. خليني هنا أتكلم على مسألة دورية المفاوضات كل فترة، يعني خاصة فيما يخص الهدنة الثالثة. يعني احنا بنتكلم أنها 3-4 شهور في مفاوضات في قطر، لا في روما، لا في أمريكا، لا في القاهرة، مفاوضات. هل نتنياهو يقصد بهذه المفاوضات أن يوصل رسالة للداخل الإسرائيلي أنه يريد حل فيما يخص موضوع الأسرى، ولكن داخل المفاوضات هناك تشدد ورؤية يعني رؤية تخص المصالح الإسرائيلية أكثر منها حل لقضية الأسرى الفلسطينيين وما يحدث في قطاع غزة؟ بالتأكيد الأسرى شماعة، بدليل أن خد بعض من أسرهم معاه في نيويورك في أمريكا،
لكن هو بيلعب مسألة تايم اوت، مضيعة للوقت، ومن عاصمة الى عاصمة، من دورة مفاوضات الى مفاوضات. هو في النهاية يكسب وقت على الارض، لان كما قلت لك في البداية انه يعلم مصيره بعد اليوم التالي، بدليل التشققات الكثيرة في الحكومة او العصابة التي تحكم في اسرائيل نفسها او حكومة الحرب. نتنياهو يأخذ هذه المفاوضات مرحلة مرحلة، لكن هو لا يريد السلام على الواقع الأرضي، هو لا يريد السلام، لكن يريدها حرب إقليمية واتساع دائرة الحرب كما نرى. يعني يسعى، يعني الكل متوقع أنه من الرد على لبنان في عملية الجولان، لسه أتكلم على مجدل شمس وما تم ومسألة توسيع نطاق الحرب، خاصة إذا جاء كما يقول يعني هؤلاء الإرهابيون في 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 إسرائيل أن الرد سوف يكون موجع، وبالتالي سوف نشهد رد بعد رد آخر أو رد من حزب الله على الرد الإسرائيلي. وهنا أتحدث على مسألة أنها الحرب، الكل يعرف الحرب في شمال لبنان أنها حرب تكتيكية، بمعنى يعني لا حدود ولا يعني معايير محددة. يعني إذا انجرف يعني هذا الصهيوني القاتل في عملية كبيرة ضد لبنان، ماذا يمكن أن يحدث؟ هو طبعا هتبقى حرب إقليمية في المنطقة، لأنه هو يريد، وارد أن تكون هناك حرب، وارد تماما إذا رد إسرائيل على عملية مجدل شمس، فبالتالي لن يكتفي حزب الله بما حدث. وإن كان الصاروخ الذي سقط على، يعني انا في النهايه الصاروخ ليس صاروخ، ما فيش تاكيد انه طالع من لبنان، لكن قالوا ايراني، يعني قالوا صناعه ايرانيه، وهذه ممحكات اسرائيليه تستطيع ان تلصق التهمه باي شيء. فانا اعتقد ان توسيع دائره الحرب وجعلها حرب اقليميه ده وارد تماما، واتساع هذه الحرب سيؤدي بالمنطقة إلى المجهول، لأن إسرائيل تعلم تماما قوة حزب الله أنه أقوى من المقاومة الفلسطينية، وبالتالي نأخذ مرحلة جديدة. احنا النهاردة 300 يوم في حرب طوفان الأقصى من 7 أكتوبر إلى الآن، ولم وفشل في كل شيء كما قلت لك، إلا أنه دمر مدينة كاملة أو وقتل أطفال وشيوخ، وقتل أطفال وشيوخ، 40,000 قتيل و 100,000 جريح، كل هذا. والعالم صامت، هو الأزمة ليست في نتنياهو فقط، لكن في الدول الغربية التي تساعد نتنياهو، وأمريكا التي استقبلته بعد قرارات لمحكمة العدل الدولية. أمريكا نفسها لا تحترم المقررات الدولية ولا تحترم القانون الدولي في حمايتها لنتنياهو. خلينا نتكلم على الداخل الإسرائيلي، والذي يشهد مظاهرات من وقت إلى آخر، وهي في ازدياد، خاصة فيما يخص يعني الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس. هل الداخل الإسرائيلي يعني يمثل يعني وسيلة ضغط لإجراء هذه المحادثات، أو أن هذه المحادثات يجريها نتنياهو ليؤكد لدى الداخل الإسرائيلي أنه ليس لديه مانع من إجراء محادثات، وأن الجانب الآخر هو المتشدد؟ نتنياهو في قبوله على المحادثات والمفاوضات للهدنة الثالثة كما تفضل، هو لكي يقنع الداخل الإسرائيلي الغير مقتنع أساسا بأنه يسعى لتحرير الأسرى وأنه يسعى لإنقاذ أبنائهم، لكن نتنياهو يسعى لإنقاذ كرسي الوزارة ليستمر لفترة أطول. وأعتقد أنه النهاردة قبل 100 يوم من الانتخابات الأمريكية، نحن في مرحلة تضييع الوقت بشأن الوضع في غزة والوضع في الهدنة نفسها، ونتنياهو سيمرر الوقت حتى يصل إلى الانتخابات الأمريكية نفسها، يعني بعد اجتماع شيكاغو واختيار الديمقراطيين، وهنخش في التراشقات بين كاميلا هاوس وترامب، ونبدأ نتفرج على سيمفونية الانتخابات الأمريكية الجديدة في المناظرات إذا تمت أو لم تتم. فهذه المرحلة القادمة ليست مرحلة قرار بالنسبة لأمريكا، البيت الأبيض واهل عرى، رئيس عجوز بيخلص وعنده وضع صحي متدهور، ورئيس عجوز أيضا طامح،
وأنا مرشحة تسعى أمريكا لتقدم للعالم درس جديد. تمام. أننا أول دولة أو أول رئيسة لأمريكا ستكون من داخل أمريكا وهي لاتينية أسيوية. أعتقد أن هذه السيناريوهات التي نراها لا تبشر أن هناك هدنة قريبة طالما نتنياهو بيضع العراقيل أمام هذه المفاوضات. عندما نتحدث عن الداخل الفلسطيني، كان هناك اجتماع في بكين في الصين بين الفصائل الفلسطينية. أهمية هذا الاجتماع في توحيد الصف الفلسطيني، خاصة مع زيادة وتيرة الاعتداءات الصهيونية على الضفة الغربية، بعد هذا التقرير للصحافة. فابقوا معنا. كتبت صحيفة الخليج أن الحرب على غزة طالت أكثر من كل التوقعات، حتى باتت إطالة أمد هذه الحرب سياسة إسرائيلية رسمية لا تريد الحكومة المتطرفة التي يقودها نتنياهو إنهاءها أو الخروج منها، لأن يومها الأخير لن يكون في صالحها، وأن النصر الكامل الذي تتوهمه لن يتحقق. وفي الشرق الأوسط، يرى طارق عبد الحميد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف غير مكترف بالضغوط الدولية ولا الإدارة الأمريكية، وكل ذلك خطر على غزة ومشروع الدولة الفلسطينية وكذلك لبنان، كما أنه يسعى لتمهيد الأرضية للتعامل مع الرئيس الأمريكي القادم. في حين تشير دكتورة أريش جابرو أستاذ العلوم السياسية في البيان إلى أن محاولات نتنياهو لإفشال أي فرص للتوصل للهدنة باتت واضحة، ومنها تقديم مقترحات جديدة في اجتماع روما تشبه فرض شروط الاستسلام على المقاومة، رغم معرفته المسبقة أن المقاومة سترفضها. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين عملوا على صياغة تفاصيل اقتراح وقف إطلاق النار متعدد المراحل، ولكن تظل نقاط الخلاف الرئيسية هي عملية السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، سواء كل ذلك من خلال المفاوضات أو من خلال المباحثات الأخرى. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. خلينا نتكلم على الداخل الفلسطيني ومحادثات بكين فيما يخص المصالحه بين الفصائل الفلسطينيه مع تصاعد وتيره الاعتداءات الاسرائيليه على الضفه الغربيه. هذه عمليه سلبيه اخرى بعد فشل المصالحه في عدد برضو ايضا من العواصم العربيه، ووجدوا ضلتهم في بكين ولم يصلوا الى شيء. على الاخوه الفلسطينيين اليوم قبل غدا أن يتم مصالحة فلسطينية لكي تقوي المقاوم الفلسطيني وتجعله يتفائل بالمستقبل، طالما هناك وهذه مسألة يزايد بها العدو الإسرائيلي الانفصال أو الشقاق بين الفلسطينيين. أتحدث مع غزة، القضية ليست قضية غزة ولا الضفة الغربية ولا رام الله، القضية قضية فلسطين. على الإخوة في فلسطين أن هم يعيدوا اللحمة مرة تانية، وأن تكون هناك مصالحة جادة ومصالحة حقيقية لكل الفصائل الفلسطينية، ونبدأ مشوار مفاوضات حقيقي، لأن المفاوض الإسرائيلي يتخذ من الخلاف الفلسطيني ذريعة ويفشل أي مفاوضات، وهذا وجدناه من أوسلو إلى اليوم. أنا أعتقد أن ما حدث في بكين لم نرى على الأرض نتائج ملموسة له، وهي مباحثات لن تزيد كثيرا في نتائجها عما حدث في القاهرة وما حدث في العالمين قبل فترة العام الماضي، وما حدث في السعودية قبل ذلك، وما حدث في قطر. كل هذا لن تنجح المقاومة الفلسطينية إلا بلم الشمل بين كل الفصائل، وتعالوا إلى كلمة سواء، ويكون مصير الدولة وإقامة الدولة وبناء دولة فلسطين هو المصالحة، في ظل اعتراف أكثر من 143 دولة بدولة فلسطين. لابد من استثمار هذا النجاح في عملية طوفان الأقصى،
ولن يتم هذا إلا بالتئام الفصائل والجلوس على طاولة مفاوضات. إسرائيل لا تنظر بجدية إلى القيادة الفلسطينية وتتفاوض الآن على غزة وكأننا نعود إلى وزارة رابين أو بيريز. غزة أولا لابد من وضع حلول مهمة لالتئام الشعب الفلسطيني أو ممثل الشعب الفلسطيني، وتكون لديهم انتخابات ويكون لديهم مجلس وطني كما كنا نرى أيام الزعيم ياسر عرفات. هنا خلينا نتكلم على جزئية أستاذ ماهر، هو عدم وجود يعني تصريحات قوية من دول كبرى كالصين كروسيا في هذا الصراع، يعني لماذا اختفت هذه الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية؟ الأصوات لم تختفي، لكن القضية بتأكل نفسها كما قلت لك. الأصوات دي تظهر بشكل قوي عندما يكون المفاوض الفلسطيني هو الملتئم بوحدة. التصريحات من بعض الفلسطينيين كثيرا ما تكون ضد ما يحدث في غزة، وأيضا هذا أضعف الصوت الدولي في تأييد فلسطين. وإن كنا في اجتماع مجلس الأمن الأخير ممثل روسيا قال كلاما مهما حول أهمية إيقاف هذه الحرب اليوم قبل غدا، وقال ممثل روسيا يعني كان تأييدا قويا، لكن الإعلام لا يتحرك كثيرا لصالح القضية الفلسطينية، الإعلام الدولي والإعلام الغربي ما زال مسيطرا، فتبدو أمامنا أن الدول الكبرى زي الصين وزي روسيا ليست بتأييد الفترة السابقة. على ذكر الإعلام أستاذ ماهر، يمكن الإعلام الرسمي في الدول الغربية يتخذ موقف ولكنه يتحرك يعني طبقا للمذابح التي يمارسها هذا الكيان، ولكن خلينا نتكلم على المستوى الشعبي، يعني خاصة أن كل واحد دلوقتي أصبح لديه قناته الخاصة. يعني أتكلم على المظاهرات التي لا تتوقف في الدول الغربية دعما للقضية الفلسطينية، حتى الأولمبيات الأخيرة في باريس هناك تأييد لدولة فلسطين واضح. يعني هذا حقيقة ما شفنا في مظاهرات الجامعات في أمريكا نفسها وفي الدولة التي تؤيد إسرائيل وتدعمها بالمال والسلاح والصواريخ. هذا الشارع العالمي يؤيد القضية لأنه يرى بربرية لم يراها قبل ذلك. هتلر الجديد اللي هو نتنياهو يمارس مذابح يومية وأطفال ونساء ومشافي كلها. أين حقوق الإنسان؟ أين إنسانية الغرب الذي يتشدق بها كل يوم؟ كما قلت سيادتك في الأولمبياد في باريس القضية موجودة، في كل الأوساط العالمية في أي تجمع جماهيري قضية فلسطين موجودة، وهذه من نتائج المعنوية لحرب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، أعادت القضية إلى لب المشهد ونراها في الشاشات. الإعلام الغربي برغم تلونه كثيرا إلا أنه لم يستطع أن يقف ضد حقائق الدماء التي تنزف في غزة، واضطر الإعلام الغربي أن يظهر الحقيقة ليظهر للعالم أن الذي ذهب إلى الكونغرس والمجلس الشيوخ لكي يقول أنا أواجه الإرهاب وهو الإرهابي، هذه مغالطة للتاريخ بالتأكيد. هنا خلينا أتكلم أعود مرة أخرى للضفة الغربية، يعني هناك يعني مداهمات مستمرة للكيان الصهيوني لأهلنا في الضفة الغربية وهي في تصاعد، هل يمكن أن نشهد يعني موقف واضح من الضفة الغربية دعما لقطاع غزة، خاصة أن هناك ممارسات للسلطة الفلسطينية يعني لا داعي للحديث عنها، يعني في النهاية يعني تصرفات لا تليق. يعني إسرائيل لا تميز بين الفلسطيني في الضفة أو الفلسطيني في غزة، هي تتعامل مع الفلسطيني، وشفنا في القدس كيف تعاملنا مع الإخوة الفلسطينيين. هي لا تميز بين فلسطيني في الضفة أو في نابلس أو في جنين أو في قلقيلية أو في أي منطقة، هي تتعامل مع الفلسطيني على أنه مجرم وعلى أنه ليس صاحب أرضه وأنه ليست هذه أرضه، هي أرض فلسطين
من أرض إسرائيل، أرض إسرائيل من الخريطة التي يريدها حكام صهيون. وأعتقد يعني حتى مع الجولان نفسها يعتبرون هذا، لا يميزون بين عربي في الجولان وبين عربي في الضفة، كلها في النهاية يتعاملون مع القضية مع الفلسطيني، لابد أن يتم اكتساسه من هذه الأرض. هنا أتكلم برضو على الوضع، يعني ما زال مسلسل القتل والدمار في قطاع غزة مستمر، وحتى المنظمات الدولية زي الأونروا ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ومنظمات أخرى يعني ترسل جرس إنذار أن هناك مجاعة قاتلة وأن الأطفال يموتون نتيجة الجوع. يعني أليس هناك تحرك حتى يعني عالمي عربي لوقف هذه المجاعة أصلا؟ لا ضروري، خاصة مع الجهود المصرية الخاصة بإرسال مساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة. طبعا لا أحد ينكر أن مصر قامت منذ اللحظة الأولى بإدخال المساعدات وبإسقاط المساعدات وبموقف جيد لدعم القضية ووقف تصفيتها باللقاءات المهمة اللي أعلنتها الدولة المصرية، لا تهجير قصري، لا حل على حساب دول أخرى، ولا بد من العودة إلى وحل الدولتين والعودة إلى طاولة السلام. هذا يتم، لكن المقابل حكومة الحرب في إسرائيل لا يهمها هذا، يهمها البطش والقتل كل يوم في غزة، على اعتبار الوهم الذي يتخيله نتنياهو زعيم العصابة بجنون انه سيجد الأسرى ويحرر الأسرى، لانه يريد خبر عن مثلا مقتل الضيف، مقتل قيادة حماس، ولكن لم يصل الى هذا حتى الان. فتش المستشفيات ولم يصل الى وفتش ودمرها ودمر ولم يصل الى اسير واحد، والأسرى اللي قتله هو اللي قتلهم. فالشارع الإسرائيلي يعلم تماما أن نتنياهو لن يوقف الحرب إلا إذا انتهى نتنياهو، ونتنياهو ما زال لديه أمل بعد الانتخابات الأمريكية، ويتعامل مع الرئيس الأمريكي القادم سواء ترامب أو هذا مشكلة أو هاريس، وهذه المشكلة أقل. تأثير زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية على الوضع في قطاع غزة والوضع في هذه الحرب المدمرة الذي يمارسها وهذه الإبادة التي يمارسها نتنياهو، عكس العالم أن أمريكا ليست دولة عظمى وليست دولة حيادية، إنما يقف مجلس الشيوخ ومجلس النواب بهذه الطريقة يصفق لمن يقتل ومن يدمر 50 مرة في 50 دقيقة يعني ده مسألة كأنك قاعد في سيرك تماما وليس مجلس الشيوخ ومجلس النواب. صحيح في أعضاء في مجلس النواب لم يحضروا حوالي 30 أظن أو أكثر، ما أعرفش العدد بالضبط، إنما هؤلاء رفضوا تماما أن يصفقوا لرجل ملوث بالدماء جاء ليغسل ماء وجهه في أمريكا. يعني نتمنى السلامة، يعني ونتمنى لهذه الحرب هذه الإبادة التي يمارسها هذا الكيان الصهيوني أن تنتهي، ولكن ستبقى غزة وستبقى فلسطين مثال للتضحية ومثال للعزة والكرامة. في نهاية هذه الحلقة من مساحة الإرهاب توجه بالشكر إلى ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ماهر عباس مدير تحرير الجمهورية، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة. أشكر. من مساحة الإرهاب بشكرك شكرا جزيلا، شكرا. وشكر كل المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.